لأننا لا نقف عند الوعود فقط، ولأننا نسعى معا حتى حل المشكلة بالكامل. تابعنا ملف سوء الخدمات الطرقية والصرف الصحي في حي جبل الورد لما له من انعكاسات مباشرة تهدد في معظمها صحة المواطنين ويومياتهم. يعطيكم العافية. متعهد المشروع وين؟ يعطيك العافية. أنا المهندس زياد الشغلي، مدير المشروع للشركة العامة لطرق وجسور فرع دمشق. حضرتك متعهد المشروع؟ نعم، أنا المهندس لويس بسوق، محمد لويس بسوق. هلا نحن هون نعتبر قبل المدخل الأساسي لجبل الورد ولا شو؟ إيه، المدخل لكو بعيد عنا بحدود 150 متر. نحن فوق خالصين، صفيان عنا هالوصلة هاي بحدود 160 متر. قبل ما نحكي تفاصيل، نحن بالحلقة السابقة عرضنا مشكلة أهالي جبل الورد ومشكلة الصرف الصحي اللي عم ينزل على البيوت، تمام؟ بالحلقة الماضية مشكلة الصرف الصحي اللي عم ينزل على البيوت، ونحن على البواب شتوية، يعني في عندك تقريباً أكثر من 40 بيت متضرر، السيئات عم تنزل عليهم على البيت، ناهيك عن الأمراض والأوساخ. نحن عم نحكي هلأ عن المشروع الأساسي اللي هي المشكلة رح تنحل بشكل نهائي، لأنه من 6 شهور عرضناها وشركة الطرقات والجسور وعدتنا أنه تحلها بشكل كامل بأسرع وقت ممكن. بعد 6 شهور بنتفاجأ أنه هي بعد مثل ما هي ولم يتم إكمال المشروع. احنا كنا أول شيء عم نمشي بوتيرة عالية وكان بكامل طاقتنا، بس هالأحداث الأمنية اللي صارت وكلاتنا يعني كلاتنا عشناها، فتوقفنا عن العمل. كنت عم انزل صور، كانت المنطقه قامنه بشكل كامل. انا امبارح بامكانه كمان يصور، انا امبارح رئيس البلديه اعطاني كتاب امر مباشره جديد ليكو بامكانه يصور لي كمان التاريخ هون 14/11. انا من امبارح ليكو نقلتين عدسيه وحافر الخط بحدود ال 150 ليكو. هذا الكتاب 14/11 يعني بنعتبر مشروع جديد. لا، امر مباشره من بعد الاحداث. عشان مباشرة متابعة المشروع اللي تم إيقافه. إيه، وجهنا السيد مدير الفرع إنه بوتيرة عالية وتقنية كاملة ومواصفات الفنية كلها مثل ما هي موجودة، بس أنا بتستنفر استنفار كامل. لك المواد شايفة إذا بتلاحظين إنه لك هلا أنا مديت 100 متر، هدول من مبارح لليوم مديتهم أنا. يعني أنت هذا اللي عم نحكيه، نحن شغل بلشته فيه مبارح. مبارح يعني هذا عمل مبارح واليوم الظهر الساعة 12، يعني يوم وربع. صلكم يومين بلشين باستكمال المشروع. نحن بدنا نقول الصرف الصحي لكامل الجبل. هلا اذا ساوينا هاي صفيان عندي وصله صغيره فوق بحدود تطلع 45 متر بنكون خالصين. بعد منها هلا تعاقدنا مع واحد ثاني كمان رح نساوي المخريط، مخريط زبد، وان شاء الله كمان كمان بيكون المشروع منتهي، يعني خلال اسبوعين كمان احنا بنكون كومبليت. بس فصل تفصيل صغير، نحن عم نقول انه الصرف الصحي لجبل الورد كامل ان شاء الله بشكل كامل. في عندنا هون هلا هو في مشاكل عم تتراكم مع الوقت. هلا هذا المشروع عمره 2 سنين، يوم عملت الدراسه لهالمشروع هذا ما كان حجم الضرر هيك. هلا كل فتره عم تنسطم عنده الخطوط جديده، كميات العقد ما لها كافي يساوي كل جبل الورد، فبيجوز مستقبلا ينشا عندهم مشاكل. هلا بدنا نقول بس المتضررين الاساسيين من المشكله رح تنحل. الدراسه الاساسيه حتتنفذ بالكامل وحبه مسك، اما اذا في مشاكل جديده طرقت بهالفتره هي مي شركه ما لها علاقه فيها. لا، حضرتك مدير المشروع هو متعهد بس ديا. عندي تعليق صغير كمان، احنا الشركه تبعنا عم تشتغل، في عندنا اول كشف والثاني والثالث ما انصرفوا. رغم الشيء هذا وجه السيد مدير الفرع قال من دون ايقاف، حتى لو ما قبضتوا انتم ما لكم علاقه، بتضلوا عم بتعملوا الاعمال. أنا بس بدي ركز على النقطة الأساسية، يعني المتضررين الأساسيين اللي صورنا معهم بحي جبل الورد، الصرف الصحي اللي عم ينزل على بيوتهم، هن رح تنتهي المشكلة عندهم بشكل كامل؟ لا، هي فوق 90% منتهي المشكلة، يعني عندنا حارتين فقط، وصلة طولة 30 متر ووصلة طولة 40 متر، بيخدموا جزء بسيط كثير من الجبل. المشكلة الرئيسية عندهم انتهت، اللي نازلة عندنا بالدراسة انتهت نهائياً تماماً. ليه ما انتهت؟ من زمان، من الفترة الماضية وقت ما أنا مصورة معهم من أسبوعين.
رجعت المشكلة وطامرين الصرف مثل ما هو. قلت لك يعني في عندهم إشكالات عم تظهر لاحقا من بعد الدراسة ما تمت الدراسة، دراسة معمولة من سنة. شو بدي أوعد الناس اللي صورت معه وقلنا لهم رح نحل لكم مشكلة؟ بدهم مشروع صرف صحي تاني. مشكلتهم رح تتم، الصرف الصحي رح ينزل على البيت. هل هي حتنتهى؟ ما هي أساس الحل. بنسبة 80-90% بس بيضل عندهم منه، مواقعنا اللي احنا مستلمينها انهيناها. الموقع متاح، اشتغلنا اللي فوق بالجبل من فوق 95%. صفيان عندي وصلة تنتين، الوصلة الأولانية بطول 5. قيمة هذا بيتم؟ بس أخلص هون. لأنه ما بقدر. أنا بدي أخلص من هون 4 أيام بتلاقيني فوق بحارة الأباني وحارة المختار. اليوم نحن الثلاثة. ايمت ممكن الاثنين القادم ان شاء الله ما بعرف شو بصير ابتعلي نحن عم نشتغل وديره عاليه ان شاء الله ان شاء الله مباشره نحن عبواب شتاء يعني هلا اذا بنقول مطره ثانيه كل الوسخ والصرف الصحي رح ينزل على البيوت ان شاء الله قبل نكون خلال 3 ايام نكون طالعين لك الجبل ما في بلديه مطريه ما في بلدية مطرية نهائيا بجبل في صرف صحي بلدية مطرية ما في طيب صرف صحي عم ينزل هن طارق طيب بس دقيقة هو كمل مشروع وطمروه ما استكملوه بالحارة فالصرف الصحي صار ينزل عليهم الحلقة الماضية ما استكملوه شو قصدك كلمة ما استكملوه البارحة الصرف الصحي كامل بركب البواري صفيها فقط الصرف الصحي كيف عم ينزل فقط الزفت ما صفيان عنا غير بس طبقة الزفت نحن بس طبقة الزفت اللي فوق المخاريط خالص الحلقة الماضية من البرنامج شفتوا أهالي جبل الورد هنيك في ريجار انا شفته يعني مفزر من تحت هلا المي كلياتها عم تنزل من الريجار عرفتي حتى في مي حلوه كمان مفزوره يعني مي حلوه ومي مالحه عم تنزل هون المي هاي كلياتها نزلت هيك كلها على البيوت لتحت جبتي لنا مفتاح بيت ابنك ترك المنطقه من هون تنزل المي من هون هيك نظفتوا البيت وشلتوا الاغراض شايفه اثرها شايفه اثرها لسه هي عم تنج كلها هلا بدأوا اشتغلوا شوي بعدين توقف الشغل ما ضل شيء يعني الضرر هلا أكثر من قبل هلا ما في أي ريجار شغال هون والحفر مثل ما انك شايفي والمي عم تنكب بالشارع عم تسرب على البيوت اللي تحت كلها كل السياقات في الشارع عم تنزل على البيت ايه كله بينزل هدول هون كان بينزل من عندي مسيئات مو بصير ضغط مي مسكر بينزل عنا مي هدول بدي يكبن والله له ريعة ولك هدول كله نظفته والله العظيم وقت اللي بيصير مي بالشارع بتلاقي بينزل هون بتلاقي بتنبأ احيانا منه مبين الرطوبه ومن الزاويه من هونيك بتنزل المي من الشارع محل مو حافرين المصروف بتتجمع المي وبتنزل هون بتنزل كلها على البيت بتنزل معظمها مبين الاثر المي من هونيك بتواصل بصير ترجع على الارض وقديش فيها كمان اضرار صحيه يعني انت بتعتبر كثير لك اولاد لكن عم يسعوا لهم وبيضلوا يقولوا في ريحه بابا ريحه من البيت ريحه الرطوبه يعرفون هي بتكون ريحه المجان ايه شفتوا ترجع مشكلته ما رح تنحل؟ لا ما بترجع بس مشكلتهم بالبلالية المطرية ما عندهم بلالية مطرية إذا بتقولي حابب تحكي فصل شتاء بلالية مطرية بالجبل كله ما في ولا بلوعة مطرية أبدا نهائيا أنا شو بدي أقول لهم؟ بدي أقول لهم يعني أمركم للرب إنه ما للرب بدهم مشروع يا رب الشتوية ما تكون قاسية عليكم وما تنزل عليكم المطرة مشروع تاني بدهم مشروع تاني المشروع اللي عم يتنفذ حاليا ما له كافي انتهينا منه صفيان انا بس المخاريط طبعا طب يا صديقي بس انا مشان جدالية يعني انا كل هذا الشغل للكب بالنسبه لي اذا مشكلته ما رح تنحل وانا ثاني استلمت المواقع تبعي وخلصت كان بس هي نحن مصورين مع مدير الشركه من 6 شهور وطلعت بالحلقه السابقه وجبنا الاهالي الحاره وقال لهم مشكلتكم رح تنحل بشكل كامل انا مهندس طارق اسماعيل مدير فرع دمشق للطرق والجسور يا اهلا وسهلا تعاقدت الشركة مع محافظة ريف دمشق على عدة عقود منها عقد تبع جبل الورد لتنفيذ أعمال الصرف الصحي في عدة بلديات منها جبل الورد كيف رح يكون الحل؟ ورح تكون الكاميرا كمان معكم الحل بالتعاون بيننا وبين البلدية بوضع الآليات المطلوبة والعاملين العدد المطلوب لتنفيذ الصرف الصحي باليد العاملة طبعا لأنه ولا آلية بتدخل على الموقع إمكاناته بأقصى سرعة ممكنة رح نحط كل الكوادر بالاتفاق مع سيد رئيس بلدية بتنفيذ هالمشروع خدمة للمواطنين وبأقصى سرعة المشكلة كانت بداية حل وتوقفت رجعنا بعد 6 شهور تابعناها عم تحكي أنت بالحارتين اللي بقيانين علينا فوق تماما
محتمل يكون. ليش بدهم؟ بدهم اسبوع. بس عم تقول لي شفت الاهالي الحلقه الماضيه؟ ما بعرفوا الاهالي واحد من واحد. لا بس شفت الحاره، ما بتعرف الحاره؟ انت متعهد لهي لجبل الورد. المشكله جبل الورد كله بيشبه بعضه يعني تقريبا، فبيضيع الواحد بالحارات يعني، التصوير ما كثير بيبين الواحد. محتمل يكون هالحارتين المتبقيات هن كانوا بيشتكوا عليهم مشانهم. يعني اذا انت بدك تعطيني احتمال انه تنحل ولا رح تنحل، في فرق بين انا ما اقول بس دقيقه بس ثواني، انا في فرق لما اوعد الاهالي واعرض مشكلتهم مره واثنين للمره الثانيه واقول لهم بالمره الاولى قلت لهم اكيد في حل باسرع وقت ممكن وما تم، هاي المره انا العالم عم تشوفكم والاهالي ناطره. تمام هلا تماما هلا شو بدي اقول لهم؟ عم يقول لي بجوز ما تنحل المشكله بشكل كامل. طالعين من هون خلص مباشره، طالع خلص لك طبعا خلص، بدنا نخلص بدي اخلص خلص حاجته يعني الموضوع كثير اخذ. تماما ايمت نطلع؟ بدنا جهد كبير ووقت وضغط. الله يقويكم. بالعكس لك، احنا عم نصور شغلكم، يعطيكم الف عافيه وتحيه للعمال، لانه عم نقول بمناطق مثلا معينه وبيد عامله، فبدنا هي في شغل عم نصوره موجود، يعطيكم الف عافيه. بس انا الاهالي نوعد ان امورهم تنحل ان شاء الله، بس اذا في اعمال يعني صارت اذا ولا لا ولا كيف. لا هنين عندهم في خطوط اخرى انصطمت، احنا عم نقول انصطمت ما لها ملحوظه بالدراسه، مو مسؤوليتنا. تمام بنعمل دراسه ثانيه، بس هلا نحن هلا شو بدنا نعمل؟ 10 ايام بنكون خلص ان شاء الله. 10 ايام بنكون وهلا عم مسكين، عم نخطط للزفت يعني شربينا وبنمشي فوق المخاريط اللي زفتناها. يعني فينا نقول انه الحارتين او الثلاث البقيانين قديش بدهم وقت؟ 10 ايام. 10 ايام المشي كله خلص ان شاء الله، بكثير 10 ايام. 10 ايام ان شاء الله. طب ايمتى بدكم تبلشوا فوق؟ بنخلص بدي 4 ايام بخلصها. 4 ايام ثلاث. السبت اذا صورنا معكم تكونوا جاهزين نطلع نصور بالحاره مشان نقول لهم للاهالي. انا حكيت مع الاهالي قلت لهم عم يبلشوا باول المشروع باول طريق جبل الورد، قالوا لي شو استفدنا نحن؟ قلت لهم في استفاده لانه هو المشروع الاساسي. يعني شوفي النوازل، هلا بامكانه يصور النوازل تبع الجبل كلها عم تجي لهون مطوف علينا. هلا في خط الماشي من هون هذا مصطوم، هلا بين معنا مصطوم هذا للجبل، بس احنا ما نازل عندي بالدراسه. بس ما فيك تفتحه تتركه هيك تفرج عليه؟ بدي تكليف من البلديه بفتحه. احنا مشتاقين ندخل معنا. ايه بس ما بتخبر البلدية هلا طبعا عليك. خبرون لك هلا لك قديش فتحوا بياخذ منك شغل؟ مو فنساوي كامل خط كامل، هو طوله حوالي 40 50 متر ثانيان. فهذا حكي بده تكليف من البلديه. هلا احنا ما بنوقف عند 5 امتار و10 امتار وريجار وريجارين، ما بنوقف عندهم. ام في تكليف ولا ما في تكليف؟ احنا ما بنوقف عندهم، احنا جايين نخدم الاهالي وجايين نخدم هالبلد نحن. فاحنا ما بنوقف عند بوري بوريين ولا 10 امتار ولا 15 متر وريجاري، ما بيأثروا علينا نحن. يعطيكم الف عافيه. انا بدي اقول لكم شكرا كثير على الشغل وعلى جهودكم، بس رح اوعد الاهالي لانه السبت بنصور معاهم بتكون بلشين بالحاره ونحن جاهزين. هالنوازل هي انا شايفه هي اللي عم تصطم، انه هي ما بتجي هيك حديه ومي كل نوازل حي جبل الورد كلياته مفرغه هون. ممتاز. ليش؟ لانه هذا اضر واحد اللي احنا عم نشتغله، هذا الاساسي. وبعدين بدك تطلعي انت على الفرعين، هذا اذا مو شغال مش يشتغل مفهوم ما له طعمه. هذا شغال انتم عم تاسسوه. هذا مساوي هلا هذا الخط الرئيسي، اذا مسكر بتنزل المي من فوق، ما استفدنا شيء نحن. هلا نحن عم نسلك ونستبدل. تقريبا كنتم 4 ايام خالصين ان شاء الله. 4 ايام نكون خالصين. يعطيكم الف عافيه. انا بدي اشكركم على السرعه في استجابه بالعمل، لانه هذا شغل شغلنا مثل ما قلنا بيد عامله بالايد عم ينشغل، مو بس بالالات يعني. بس ليش لما يكون في اعلام وكاميرا الشغل بيكون اسرع على وتيره وفي استجابه، ليش ما بتكون الاستجابه من البدايه؟ يعني ليش لحتى المواطن يلجا لنا لحتى يكون في استجابه بشكل كثير كبير؟ احنا كنا حتى كان واضح من خلال الحلقات اللي صورناها يعني احنا كنا عم نشتغل وبوتيره. انت بتعرفي احنا خلال هاي الاستاذ لؤي كنا احنا قاعدين عم نشتغل، وقت اللي ساوينا فوق 400 متر خلال اقل من اسبوعين كنا خالصين هون. انا لما اجيت على الشركه بالمره الماضيه ونحن عم نقول مشكله كثير مهمه للاهالي، قلتوا لنا تعوا اول شيء، قلتوا لنا اهلا وسهلا تفضل، بعدين قلنا وقتها الحارس الامن لو سمحتوا طلعوا لبرا. انت فوتنا على اساس انه هو موجود، هلا قلت لي ما انه موجود وطلعوا لبرا، يعني ما عم تقبلوا تستقبلونا. والله العظيم اجازه. ايه بس دقيقه، مين بدي يصدق؟ هلا قال لي المدير، انا مسجل عندي كل شيء، قال لي المدير مكتبه موجود. هلا انت عم تقول لي اخذ اجازه مدير مكتبه؟ مدير الفرع مو هون، اللي حكى معي مدير مكتبه. اعطيني اختيار مدير مكتبه. ما في صلاحيه. تفريج دم معلوه على الموقع قطاع عام
نحن قبل ما نفوت على الشركة قلنا لك نحن فايتين لعند الأستاذ طارق مدير الشركة قلت لنا أوكي وفوتنا. دفريني دفن مع الوطن على الموقع قطاع عام بسترين تستحمي عيب الحكي هذا ما بصيني لو صحة فهمتو ما بصير هذا الكلام. بس ألو عم نحكي معك أستاذ طارق لو سمحت. ليش لازم يعني 4-5 أيام أجلتوا الموعد بحيث إنه ما في موعد ديا يعني ما كان في موعد للشغل لانه في كاميرا انه 4-5 أيام بس نحن جايين مشان خدمه المواطن دقيقه بس يكون في كاميرا ولما يكون في اعلام ونسلط الضوء ونعرض المشكله بيكون في استجابه بشكل كبير. ليش المواطن ما بياخذ حل مشكلته بشكل سريع من دوننا؟ امبارح كنا عم نشتغل بدون ما تتصلي فيه انت تماما بس عم بحكي عن مدير المشاريع اللي تواصلوا معه لما كنت موجوده الاسبوع الماضي بالشركه. تفاجئتيني بالاتصال لك اهلا وسهلا احنا مشتغل لحالنا بس انا عم بحكي مع المدير المشروع اللي تم التواصل معك الاسبوع الماضي وكنت بالشركه وتاجلت اللقاء وتم استقبالي وبعدين لم يتم استقبالنا قالوا لنا انه انتم دخلتوا عنوه ولازم تطلعوا بالسياره. ليش يعني لنفوت بكل هذه التفاصيل اذا هو بس دقيقة ليش لفوت أنا بكل هاي التفاصيل إذا أنا المرجوع الأساسي هو حل مشكلة المواطن ونحلل يعني ليش ليكون في كل هذا الجهد؟ هلأ بالنهاية إحنا بدنا نحل هالمشكلة تماماً وباشرنا وإن شاء الله خلال 10 أيام بنكون منتهيين من كامل المشكلة. لا جواب. طب ماشي قديش بده المشروع ليخلص؟ هذا المشروع ليكو هذا اليوم بده يكون للمساء مو لهون لقدام كمان فرجيك 40 متر لنا 45 متر ليكو لا أنا فرجيك لقدام وين الترابات ايوه لهنيك في عندي خط عرضي كمان بدي اقطع الطريق كمان لانه بدي وصله خط عرضي. نوعد الاهالي حي جبل الورد السبت القادم بنكون بالحاره ان شاء الله متعهد بدنا نجي لعنده نوعدهم السبت ان شاء الله اذا ما صارت اي مشكله بحادثه. انا بدي اقفل مع بدي اخدم الحلقه بس بدنا نوعد الاهالي انه السبت القادم ان شاء الله السبت القادم بنكون بالحاره جبل فوق ان شاء الله. أنا بيعطيكم ألف عافية ونحن لما يكون في جهود مشتركة بين الجهات المعنية والإعلام دائما بيكون يمكن الحل أسرع والشغل أضمن للمواطن. يعني نحن في هدف مشترك هو خدمة المواطن. رح نوعد أهالي حي جبل الورد بالحارة فوق يوم السبت نكون عنده إن شاء الله. إن شاء الله وهي اليوم المساء بتكون خالصة. هلا مرقت سيارة الاتصالات أنتم بتعامل مع الاتصالات بحيث ما يكون في ضرر أكيد نحن نسقيم مع الاتصالات وآخذين موافقة الأمنية نحن أخذنا الأسبوع الماضي فعم يطلعوا ليك أشوفي السيارة واقفة هلا محل ما عم يردون كمان تاني بنحافظوا على الكابلات هون وكله تمام إن شاء الله نخرب شغلة تانية يعني. لأنه نحن بنكون بس لما بتفوت مع البلدية إنه عملت دراسة للمشروع وبلشت فيه ففي عدة مشاكل إنه خلال الدراسة لازم تكون مع الكل أبدا ما في مجال نهائيا يعني إحنا بنعرف في اشتراطات العمل بنعرفها تماما بنسق مع كل الجهات المعنية للأمر هذا وين في كابلات هاتف كابلات كهرباء خطوط مي هذا كله بنكون مسكين معه. يعطيكم العافية حضرتك متعهد المشروع وحضرتك مدير المشروع أنا بدي أشكركم كثير وبدي أشكركم على الاستجابة السريعة يعني لخدمة المواطن هو هدفنا الأساسي واجبنا الأساسي هو خدمة المواطن السوري في ظل ظروف عم يعيشها وفي أزمة معينة عم يعيشها فشكرا كثير لكم. أهلا وسهلا خليك يا رب. بعد مرور عدد من المعوقات والتي كانت قد أوقفت العمل بالمشروع اليوم عادت الآليات وعاد العمل بالمشروع بسرعة يمكن وصفها باللافتة. معكم سنبقى حتى تنفيذ كامل الحلول خطوة بخطوة. نور الإبراهيم لو كنت مسؤولاً.